مخاطر ايه؟ البيولوجية. والمخاطر البيولوجية بتنتج عن وجود كائنات حية دقيقة في بيئة العمل. كائنات حية دقيقة ايه؟ في بيئة العمل، زي الفيروسات، زي البكتيريا، زي الفطريات، زي الأميبا. تمام كده يا جماعة؟ يبقى المخاطر البيولوجية والحيوية هي التأثير السلبي لبعض الكائنات الحية الدقيقة المجهرية على جسم الإنسان. زي إيه؟ زي قلنا الميكروبات، زي الفيروسات، البكتيريا، الفطريات، الأميبا. زي مثلا فيروس سي، تجد إن هذا الفيروس توطن في المجتمع المصري وأدى لوفاة أشخاص، أدى لسرطان الكبد، وانتقل من فرد إلى فرد، وتوطف المبال الأسر بأكملها ومجتمعات نظر بأكملها، نظرا لممارسات خاطئة زي استخدام، زي حقن خاطئ، وخز بأدوات حادة ملوثة، سرنجات ملوثة، ومن شخص لشخص وهكذا، أدوات حلاقة ملوثة، عدم التعقيم، غياب التطهير وممارسات السلامة، فأدت إلى توطن. مثال آخر، فيروس كورونا. فيروس كورونا مثلا انتشر من شخص واحد في الصين، ادى الى ملايين الوفيات حول العالم بسبب الاختلاط، عدم مراعاة التباعد الاجتماعي، عدم ارتداء مهمات الوقاية وغيرها. تمام كده؟ يبقى المخاطر البيولوجية بتنتج من التأثير السلبي، او هي التأثير السلبي لبعض الكائنات الحية الدقيقة او المجهرية او الميكروبات على صحة الانسان العام. تمام كده؟ من الفيروسات، البكتيريا، الفطريات، الأميبا. تؤدي إلى مخاطر صحية، تؤدي إلى إصابة بالسرطان، تؤدي إلى إصابة بالأمراض المزمنة والأمراض المهنية. تمام؟ بتدخل الجسم عن طريق إيه؟ قد تدخل الجسم عن طريق استنشاق، إن الشخص يستنشق زي فيروس كورونا، عن طريق وجود جروح في الجسم زي فيروس سي، التصل الجنسي زي فيروس إيدز، تناول أطعمة ملوثة زي البكتيريا والفطريات وغيرها. تمام؟ ذلك من أكثر العاملين تعرضا لهذه المخاطر. تلاقي العامل في العمال في المستشفيات، من أطباء ممرضين، المرضى نفسهم، تلاقي المريض داخل بمرض معين خارج بمرض آخر، العاملين في مجال صناعات الأغذية، في المزارع اللي بتستخدم كائنات حية دقيقة في التسميد الحيوي، لأن الأغذية بتستخدم كائنات حية دقيقة مثلا في صناعات زي المعلبات، زي منتجات الألبان وغيره، الأجبان والزبادي وما إلى ذلك. وجود فطريات سامة مثلا زي فطر الكولسيلام بوتولينيوم، فهنا بتنتج من كائنات حية، وهذه الكائنات قد توجد بشكل طبيعي أو بشكل صناعي. بشكل طبيعي أو بشكل إيه؟ أو بشكل صناعي. الفيروسات أصغرها حجما أشدها ضررا، زي فيروس الإيدز، زي فيروس كورونا، زي فيروس سي. والفيروس هو أصغر حجم، لأن الفيروس عبارة عن مادة وراثية دي إن إيه أو أر إن إيه، أغلبها أر إن إيه، محاطة بغلاف بروتين. البكتيريا أبسطها حجما، أكثرها تسببا في الأمراض، هي أوسطها حجما مش أبسطها حجما، أوسطها حجما. فالبكتيريا هي إيه؟ هي أوسطها حجما، يعني أصغرها حجما. الفيروسات دي كده أوسطها يا جماعة، أصغرها حجما. الفيروسات هي أصغر، هي إيه؟ هي أبسطها حجما، بينما البكتيريا أوسطها حجما، أكثر تسببا في الأمراض. فتجد قد تكون هناك بكتيريا منتجة لأحد السموم المميتة، زي التسمم مثلا بوتشيليني على سبيل المثال، فتسبب أكثر تسببا في الأمراض هي البكتيريا. هناك الفطريات هي أكبرها حجما، أقلها تسببا في الأمراض، زي الفطريات السامة زي فطرة الكولسيلام بوتولينيوم على سبيل المثال. هناك فطريات غير سامة، فطريات نافعة مفيدة، هناك بكتيريا نافعة مفيدة وهكذا. تمام كده يا جماعة؟ طيب، ربنا خلق طبعا هذه الميكروبات بشكل طبيعي، وقد تم أيضا تصنيعها في المعمل،
قد تم تصنيعها في ايه، في المعامل المختلفة، وفي الاستخدامها مثلا في مجال الصناعات المختلفة على سبيل المثال، الاستخدامها في مجال التسميد الحيوي، في انتاج الأسمدة الطبيعية، استخدامها في مجال في المخابر وإجراء التجارب العلمية، واستخدامها أيضا في مجال الحروب وإنتاج القنابل الجرثومية. يعني تعتبر القنابل الجرثومية أكثر ضررا وفتاكة تفوق تأثيرها القنابل النووية التي تتوطد في المجتمع وتنتقم من الفرد الآخر. فهذه الكائنات زي مثلا قيل إن فيروس كورونا تم تخليقه معمليا ثم انتقل إلى إيه؟ ثم انتقل إلى الإنسان. تم تخليقه ثم انتقل إلى الإنسان، ده فيروس كورونا، تمام كده يا جماعة؟ فربنا خلق الكائنات الحية دي أو الميكروبات رغم إنها تعتبر أصغر الكائنات الحية، إن ربنا أعطاها العديد من الصفات. جعل هذه الكائنات الحية الدقيقة رغم إنها أصغرها أصغر كائنات حية حجما، إلا أنها لها إيه؟ إلا أنها أكبرها تأثيرا، ويعتبر من أقوى المخلوقات، ولها قدرات عجيبة جدا. ربنا إداها قدرات تصير من خلالها التكيف مع الظروف البيئية الصعبة جدا. وأكبر دليل على هذا إنهم اكتشفوا أنواع مختلفة من الميكروبات عمرها ملايين السنين، في الوقت الذي لم يستطع كائنات كنا بنحسبها انها كائنات قويه زي مثلا الديناصور انقرض، لكن كهذه الكائنات الدقيقه قد تصل عمرها الى ملايين السنين. فربنا رغم صغر حجمها اداها قدره عاليه على ايه؟ على التكيف. رغم ان ربنا خلق المعده فيها حمضيه تمنع نمو البكتيريا، الا هناك بكتيريا بكتيريا ايه؟ بكتيريا تنمو في المعده رغم هذه الاحماض، رغم الجو المانع ده او القاتل ده، بتنمو اسمها جرثومة المعدة. تم اكتشافها لأن ربنا اداها قدرة عالية جدا على ايه؟ على التكيف. وهل لما نيجي نسأل سؤال، هل جميع هذه الكائنات الحية الدقيقة ضارة؟ لا، بالطبع ليست كلها ضارة، لأن هناك ميكروبات نافعة جدا ولا يمكن أن تستمر الحياة بدونها. يعني من أمثلتها ايه؟ إن هناك ميكروبات بتنتج الكثير من المواد الغذائية زي الخميرة زي الزبادي، يعني تدخل في إنتاج وصناعة المواد الغذائية، زي تدخلها في إنتاج الخميرة، أنت تدخلها في إنتاج الزبادي، الأجبان، بعض أنواع الأجبان أيضا يتم استخلاص المضادات الحيوية منها زي البنسلين، زي التتراسيكلين، أيضا إنتاج المواد الكيميائية زي حمض الستريك، زي الخل، زي الأسيتون، استخدامها في أغراض المكافحة الحيوية زي استخدام بعض انواع البكتيريا في انتاج مضادات حيويه، انتاج بعض الاغذيه ذات الخصائص العلاجيه زي بعض انواع الزبادي، زي الكثير من الصناعات زي صناعه دباغ الجلود، صناعه البترول، زي مثلا استخدام بعض انواع البكتيريا في استخلاص البترول من الصخور، زي استخدام تدخل ايضا في تثبيت الازوت في التربه لصالح النبات، انتاج بعض مصادر الطاقه زي البيوجاز مثلا، مخلفات الصرف الصحي، ان غاز البيوجاز ده ينتج من تحليل المخلفات الحيوانيه ومخلفات الصرف الصحي، ايضا التخلص من انواع كثيره من المخلفات الصلبه والسائله والغازيه. لكن على النقيض، وان في كثير منها يسبب مشاكل زي تسببها في فساد الاغذيه زي الفساد الحمضي او الحامضي للمعلبات وتحلل الخضروات، زي تسببها في امراض الانسان والحيوان زي التيفود، زي السل، زي دوسنتاريا، الانفلونزا، الاسهال، كورونا، الايدز، فيروسات الكبد، وايضا بتنتج سموم زي الميكوتوكسين التي تنتجها الفطريات زي التسمم البوتشيليني الناتج من البكتيريا، ايضا قد تسبب امراض جلديه مختلفه زي التينيا، زي الثعلبه، زي عين السمكه، ايضا تسبب اصابات للجهاز التنفسي والهضمي، تسبب تلف لبعض انواع المواد الخام زي تلف الورق والقماش اثناء التخزين، تلف المحاصيل الزراعيه اثناء زراعتها وايضا بعد حصادها. بالاضافه للحرب البيولوجيه اللي احنا ذكرناها، ان الاسلحه البيولوجيه تعتبر اكثر من اخطر انواع الاسلحه، وهي محرمه دوليا لانها تخرج عن نطاق السيطره ولا يمكن التحكم في مداها المكاني او الزماني، تمام كده؟ ف
فلما نيجي نبص ايضا، لما نيجي نتناول بقى بعض الاماكن اللي فيها عرضه او اكثر عرضه للاصابه بالمخاط البيولوجيه، من اكبرها قلنا ايه، من اكثرها المستشفيات، المستشفيات المختلفه، هيئات المصل واللقاح، بنوك الدم، في المناطق السكنيه العشوائيه اللي مفيش فيها صرف صحي، العاملين في الصرف الصحي في سواء التركيبات او الصيانه او الاصلاح، العاملين في المجازر والمسالخ، المناطق السكنيه اللي تنتشر فيها تجمعات القمامه، في المناطق التي يسكنها افراد ليس لديهم وعي باهميه شروط النظافه والوقايه للصحه العامه، بين العاملين في مجال في شركات جمع القمامه وخصوصا المخلفات الطبيه الخطره، في مزارع الدواجن والصبلات ومزارع الماشيه التي لا تنتج نظام محكم لي او لا تتبع، لا تنتج نظام ولا تتبعه، يعني ما فيش نظام محكم للتطهير والوقايه. ايضا الاماكن اللي هي مزدحمه فيها تجمعات من الناس دون توفر تهويه جيده او تباعد اجتماعي او شمس، مع وجود شخص حامل العدوى باحد الامراض الميكروبيه، مصانع الاغذيه والادويه، المطاعم والفنادق، العاملين في مجال البحث الطبي، السلوكيات او البحث العلمي بشكل عام، السلوكيات الانسانيه المنحرفه زي الادمان، زي الادمان واستخدام سرنجات ملوثه، زي علاقات جنسيه مشبوهه تؤدي الى انتقال مثلا الايدز على سبيل المثال وغيرها، عيادات الاسنان، صالونات التجميل وصالونات الحلاقه، عمليات الوشم. تمام كده يا جماعه؟ ذلك من اشهر الاسباب التي تنقل هذه المخاطر البيولوجيه، تناول طعام ملوث بالميكروبات المختلفه، تناول طعام ملوث، مياه شرب ملوثه، اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، استخدام ادوات شخصيه ملوثه بالنسبه بين اكثر من فرد، علاقات جنسيه مشبوهه بين شخص سليم واخر مصاب، نقل دم ملوث من شخص مصاب لشخص سليم، استخدام سرنجات ملوثه من شخص لاخر، او السرنجات مستخدمه في عمليات الادمان، او نقل دم ملوث يؤدي لاصابه الشخص بعدوى بيولوجيه، او استخدام الاسلحه البيولوجيه المستخدمه في الحروب، او الحشرات زي الذباب والبعوض بتنقل هذه المخاطر، الحيوانات زي الفئران، زي القطط، زي الكلاب بتنقل. تمام كده يا جماعه؟ طب نيجي لطرق الوقايه. ايه طرق الوقايه من هذه المخاطر؟ اولا ان تلتزم المنشات التي تعرض فيها العاملين نتيجه استخدام وتداول وتخزين المواد البيولوجيه المختلفه او انتاجها او غيره، ان تلتزم باجراء تصنيف للملوثات البيولوجيه دي طبقا لدرجه الخطوره والتعرض المهني، واعداد دليل خاص بطرق المكافحه والتلوث البيولوجي او الحيوي في بيئه العمل، اتخاذ الاجراءات التنظيميه والصحيه التي تؤدي الى عدم تعرض العاملات الحوامل والنساء في سن الخصوبه لهذه المخاطر، وضع نظام للمتطلبات الصحيه الاساسيه لسلامه الاغذيه، سلامه المشروبات في الاماكن المخصصه لاعدادها وتحضيرها وتخزينها وتداولها، ونقص طبعا في المنشات التي تقوم باستخدام وتخزين المواد البيولوجيه الخطره او الحيويه، مع وضع خطه تناول الاطعمه والتدخين في هذه الاماكن، وضع نظام طبقا للمواصفات الصحيه المعتمده من اجل تحصين العاملين باللقاحات، يعني العامل العمال من الممكن ان يتوقع او من المتوقع تعرضهم لهذه المخاطر ان يتم اعطائهم لقاحات وتحصينهم باللقاحات والامصال ضد الامراض المعديه والفيروسيه والبكتيريه وما الى ذلك. وايضا اداره المنشاه يجب عليها انها تضع نظام خاص للتطهير والتعقيم ومعالجه المخلفات والنفايات الحيويه والبيولوجيه والبيوكيميائيه. ايضا على اداره المنشاه اتخاذ الاجراءات اللازمه الخاصه بمكافحه ناقلات وحاملات المرض والعدوى من قوارض، حشرات، تمام كده، حيوانات في اماكن العمل وغيره. تمام كده؟ توفير مرافق للنظافه العامه، اماكن الاغتسال، ادوات نظافه، ادوات تعقيم، توفير مناشف، صابون، مواد مطهره، تمام كده، تتناسب مع عدد العاملين. توفير مهمات الوقايه الشخصيه المطلوبه. توفير وسائل الرعايه الطبيه والاسعافات الاوليه والانقاذ،
وأيضا إعداد وتنظيم برامج للتثقيف الصحي وتوعية العاملين وتدريبهم ونشر المعلومات عن المخاطر وطرق العدوى وطرق الوقاية. أيضا المنشأة تعد وثيقة للسلامة والصحة المهنية خاصة بالمواد البيولوجية بالتعاون مع المورد، تمام، وإعداد خطة لمواجهة الطوارئ والتصرف في حالات الطوارئ والحوادث الحيوية وتدريب العاملين على هذا. وضع الشروط الفنية والهندسية في تصميم نظم التهوية في المكان، لأن التهوية مهمة جدا للوقاية من المخاطر البيولوجية. ممكن أيضا دعم نظم التهوية بمرشحات خاصة لمنع انتشار الهواء الملوث بالمواد البيولوجية دي إلى مناطق العمل والمساكن المجاورة، مع عزل الوحدات التي تحتوي على مخاطر بيولوجية عن باقي أماكن العمل. تمام كده يا جماعة. من أهم أنواع المخاطر أيضا المخاطر الهندسية.